موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الدعوة الجهرية. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. قال: حتى اجتمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ يعني في ناس جايين أعداء هيهاجموكم الآن، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن بعدها دار الصراع العلني بين الحق والباطل، الذي تحمل معه النبي صلى الله عليه وسلم كل ألوان الصد والتكذيب. فصلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.